المكون اللي شايفينه قدامكم هلأ هو المكون السري الخطير اللي رح يعطي لليأتين القرشة من برا والطراوة من جوا، وهو مرحبا صبايا. اليوم الفيديو رح يكون من بطولة هاليقطين اللي شايفينها قدامكم، لأنه رح نعمل منها أطيب مربع بقرش من برا وطري من جوا. أول شي صبايا طبعا لازم نقطع اليقطين. أنا بالنسبة إلي قطعته بهاي السمكة اللي شايفينها قدامكم، أنا ما بحب قطعه يكون رقيق كتير، طبعا في ناس بيقطعوه يكون أرق من هيك، بهالحالة رح يطلع المربع بقرش من برا وما رح يكون فيه يعني طبقة من اليقطين جواته. لا، أنا بحب يكون المربع بهالسمكة مشان يقرش من برا ومنشان يكون جواته هيك طبقة من اليقطين طرية، هي بتبقى كتير لذيذة بالمربى. وطبعا بالنهاية هذا بيبقى ذوق شخصي. انا استخدمت هاي السكينة بتقطيع مربى القرع، اكيد كلكم بتعرفوها، بتطالع هيك القرع بشكل حلو، يعني بتبقى منظر القطعة اللي عم ناكلها حلوة كتير، لانه مثل ما بتعرفوا العين بدها تاكل قبل التم. معلش انا هون قلت قرع، القرع هو نفسه اليقطين بسوريا، يعني الاسمين وجهين لعملة واحدة. هذا المكون اللي شايفينه قدامكم هلأ هو المكون السري الخطير اللي رح يعطي لليقطين القرشة من برا والطراوة من جوا، وهو الكلس او الجير، ان شاء الله انتم يعني تكونوا عرفتوا علي. هذا هو المكون السري اللي رح يعطي مربى اليقطين القرشة المو طبيعية. طبعا ما في اي مشكلة اذا كان متحجر او كان بودرة بشكل كامل، ما في اي مشكلة، لاني نحن رح ننقع اليقطين فيه وبعدين نتخلص من ميته. طبعا هذا بتلاقوه بمحلات العطارة السورية وبتلاقوه بالمحلات السورية، وكمان بتلاقوه بالمحلات العربية، بس ما بعرف اذا ممكن يتوفر عن طريق امازون. انا كمية اليقطين اللي عندي هي 2 كيلو، رح احط لل 2 كيلو 4 ملاعق من الكلس، ويعني اضف لهم مي. هلا في ناس بيحطوا لكل كيلو 4 ملاعق، لا انا الاربع ملاعق يعني بنظري كافيين ل 2 كيلو من اليقطين. هلا انا ضفت مي على الاربع ملاعق الكلس، بس هون في ملاحظه كتير مهمه، انه نحن ما منفضي المي مباشره على اليقطين، لا بنستنى يترسب الكلس مثل ما لكم شايفين اسفل البريق، ونحن بناخذ بس الرايق، المي الرايقه، ومنصبها فوق اليقطين، ومنضل بنعمل هالعمليه لبين ما نغمر اليقطين بالمي. يعني هلا انا هذا فضيته البريق، بدي ارجع اروح اعبيه على نفس الكلس الموجود فيه، اعبيه مي وكمان استنى الكلس يترسب وارجع افضي المي الرايقه، هيك رح اضل اعيد العمليه لبين ما اغمر اليقطين بمية الكلس. شوفوا هذا البريق الثاني على نفس اربع ملاعق اللي حطيتهم اول مره من الكلس او الجير، رحت ضفتهم مي وكمان استنيت الكلس يترسب وحطيت المي كمان فوق اليقطين. انا عم باكد على المعلومه منشان ما نكتر كلس زياده عن اللزوم. وهلا هيك غمرت اليقطين بمية الكلس وراح انقعه لليلة كاملة، بس في معلومة مهمة كتير كتير لازم تنتبهوا عليها وبدي أأكدها عليكم، انه هون هذا اليقطين بعد ما ننقعه بالكلس لازم نحطه بآنية بلاستيك مثل اللي عم بفرجيكم اياها، يعني انا حطيتها بهاي الطنجرة القدامي لاني ما في عندي يعني آنية بلاستيك كبيرة تغمرهم، يعني بس حطيتها وقت التصوير. هلا وقت اخلص تصوير فورا بدي اقلبهم باثنين فوارغ او ثلاث فوارغ بلاستيك صغار، لاني كتير مهم ننتبه على هالقصة، لاني الكلس بتفاعل مع المعادن، فلازم نحن نحط اليقطين بعد ما ننقعه بالكلس بفوارغ بلاستيك وليس بفوارغ معدنية، ونستخدم ملاعق خشبية ما نستخدم ملاعق معدنية. عرفتوا علي؟ لاني الكلس حراري بتفاعل مع المعادن، هاي ملاحظة هامة كتير لازم تنتبهوا عليها.
بعد ما نقعتهم بالكرس لمدة 21 ساعة غسلتهم كتير منيح. طبعا يعني غسلتهم تقريبا 6 أو 7 أدوار، وحتى حطيتهم يعني بالمي مدة 10 دقايق، ارجع بدل المي عنهم، ارجع احطه، ضليت هيك يعني 6 7 مرات. بعدين حطيت لكل كيلو يقطين لتر مي وحطيتهم على النار. انا قسمتهم على طنجرتين لاني الطنجرة عندي صغيرة ما رح ياخدوا راحتهم، فحطيت كل كيلو بطنجرة. وطبعا هاي الرغوة اللي بدها تطلع معنا لازم نحن نقشها مشان ما يحمض المربى. بدي اخليهم يغلوا بالمي لمدة يعني من ربع لثلث ساعة، وبعدين اضيف السكر. لكل كيلو يقطين رح اضيف كيلو سكر. طبعا انتو بتكون تقولولي انه انتي ليش ما عقدتي القطر بالاول وبعدين ضفتي عليهم اليقطين. في ناس بيعملوا بهالطريقة، بس انا عملته هيك بالاول، حطيت المي وضفت اليقطين عليه وبدي اخليه يغلي لربع او ثلث ساعة منشان اتأكد انه المي رايقة واتأكد انه ما فيها اثر كلس ابدا. يعني المي انا قدامي صافية، فتأكدت انه ما في كلس ولا في اثر كلس ابدا. بعدين بعد شي ربع او ثلث ساعة رح اضيف عليه السكر. واذا بهالمرحلة صبايا كانت المي مي صافية لازم نبدلها، لاني ما معقول ناكل اليقطين وفيه اثر من الكلس، لاني رح يكون ماله صحي ابدا. وبعد مرور ثلث ساعة هلأ أنا رح أضيف سكر. مثل ما قلت لكم رح أضيف لكل كيلو يقطين كيلو من السكر. وأنا طبعا يعني السكر رح يدوب لحاله، يعني ما رح أقعد أحركه منشان ما ينهرس اليقطين. لما بدي أحرك اليقطين بس مهمتي أنه إذا يعني طلع من المي أكبس عليه بالمعلقة بكل لطف منشان يعني أغمره بالمي. مثل ما لكم هلا هيك شايفين، يعني ما رح احركه بعنف منشان ما يهرس معي اليقطين. وبعد تقريبا ثلث ساعه رح اضيف معلقه صغيره لكل كيلو يقطين، يعني لكل طنجره رح اضيف معلقه صغيره ممسوحه مسح من ملح الليمون منشان القطر ما يسكر. وبرجع بقلكم صبايا انه مهم كتير الرغوة اللي تطلع نقشها وما نخليها مشان ما يحمض القرع معنا. بعد ما حطيت ملح الليمون رح اخلي بقى مربى القرع على نار وسط، يعني تقريبا مدة 1.5 ساعة لساعة و3/4، ورح اطفي تحته. صبايا بدي اقلكم انه في ناس بيخلوا اليقطين على النار لمدة 3 ساعات لبين ما يتعقد القطر ويتبدل لون اليقطين، يعني يصير تقريبا لونه على احمر. لا، انا ما بدي اليقطين يصل لهالمرحلة. انا بعد 1.75 ساعة بالكتير رح اطفي تحته، لاني انا بدي اليقطين يضل لونه اصفر وما بدي يعني يسكر كتير وياخد من طعمة القطر كتير. بدي يكون يعني حلوه هادي، وما بيهمني انا القطر اذا تعقد ولا ما تعقد، لاني انا رح اتخلص من القطر ورح اخد مربى القرع بس السمرة، يعني رح اخده بدي اياه يكون ناشف من القطر، ما بدي يكون معه قطر. لذلك انا ما بيهمني اذا تعقد القطر ولا لا. بعد مرور 1.75 ساعة أو 1.75 ساعة بالكتير رح اطفي تحت اليقطين النار شو ما كانت يعني نتيجة القطر. لا، في ناس بيحبوا يحتفظوا بالقطر فبيستنوا 3 ساعات لبين ما يتعقد مثل ما قلت لكم القطر ويتبدل لون مربى اليقطين. هذا بقى ذوق شخصي. وهذا صبايا منظر مربى اليقطين بعد ما استوى وبردته وحطيته بالبراد. هذا تاني يوم طلعته من البراد، شوفوا منظره قديش وشهي وشلون الحبة والثمرة ماسكة حالة. هلأ أنا ما بحب أكل قدام الكاميرا ويعني أسمعكم صوت القرش وأنا عم باكل، لذلك أنا رح أضرب عليه بسكينة وأنتوا تسمعوا صوت القرشة. هلأ رح أسمعكم الصوت إن شاء الله يكون هلأ هيك. بدي أسمعكم، شوفوا شوفوا شايفين كيف صلبة. أنا ما بحب أكل قدام الكاميرا ولا بحب أقرش قدام الكاميرا، بس عم بحاول أسمعكم صوت. شوفوا شايفين شايفين ان شاء الله يكون بس صوت القرش واضح. انا ما بحب اكل قدام الكاميرا. شايفين كيف محافظة على حالها وشايفين كيف لونها اصفر؟ شايفين
وهلا صبايا رح اقسم مربى اليقطين مشان افرجيكم اياه من جوا. شوفوا مربى اليقطين كيف محافظ على لونه الاصفر الحلو، وكيف القطعه ماسكه حالها من برا، وكيف هي طريه من جوا. شوفوا كيف هي طريه من جوا وماسكه حالها من برا. وهي هي وظيفه الكلس، انه ما تكون مهروسه. وكمان انا ما كترت كتير كلس منشان ما تكون كمان كتير قاسيه. شوفوا شلون ماسكه حالها من برا، ولاحظوا انا مثل ما قلت لكم باول الفيديو ما رققت كتير اثناء التقطيع منشان تكون من جوا فيها اليقطين. لو كنا مرققين كنا بس رح ناخذ قرشه، ما رح يكون هالطبقه من اليقطين موجوده من جوا. وشوفوا لونها قديش حلو، وهذا هو السبب اللي ما خلاني اخليه المربى 3 ساعات على النار مشان ما يحمر لونه. انا بدي اللون الاصفر الحلو، لون اليقطين. ولاحظوا انا طالعته ناشف، لذلك القطر ما كان بيهمني ابدا. صبايا مربى اليقطين من المربيات الفاخرة عنا بسوريا. ممكن نزينه بجوز الهند أثناء التقديم، ممكن نزينه بالفستق الحلبي المطحون، وممكن ناكل جنبه قشطة كمان. ما بيتاكل جنبه خبز بالعادة. هذا من المربيات الفاخرة، بتقدم كضيافة فاخرة بعد الغداء أو بعد العشاء. وأهم شيء أنه نلتزم بمقادير الكلس، وننقعه بأواني بلاستيكية، ونغسل اليقطين منيح من الكلس بعد نقعه. وانا مثل ما قلت لكم انا ما كان بهمني القطر ابدا لانه قدمته ناشف. وهذا المربى اللي عملته هلا للاستهلاك المباشر، ما له للموني. بينما اذا انتم كنتوا بدكم تعملوه بكميات كبيره وتمونوه، لازم بهالحاله تعقدوا القطر وتغمروه بالقطر منشان ما ينتزع معكم. وحتى في ناس بيحبوا يعني يكون لونه احمر ويحطوا فوقه قطر حتى لو كان للاستهلاك المباشر. انا بالنسبه لي انا وعائلتي بنحبه بهالطريقه وبهذا اللون. ولهون حبايبي بيكون خلص فيديو اليوم. اذا حبيتوا الفيديو ما تبخلوا علي بلايك جميل، واذا كنتوا اول مرة عم بتتابعوا القناة ما تنسوا تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم الجديد دايما. بامان الله.